سيد أبو بكر الغزالي، بداية سيد الغزالي أهلا بك، كيف تابعت تصريحات باش آغا حول ما اعتبره تفكيك هذه الميليشيات؟ هل بإمكانه فعلا حل وتسريح هذه الميليشيات، خاصة ميليشيات مدينة مصراتة، ونزع أسلحتها أم لا؟ أولا تحية لكم، ومن خلالكم أحيي الشعب الليبي العظيم، وأحيي المؤسسة العسكرية بقياداتها ورموزها الأبطال. واسمحي لي بمساحة صغيرة جدا أن أحيي فيها الشعب الليبي وأن أبارك له هذه الانتصارات، لأن هذا الانسحاب من طرابلس إلى حدود سرت الجفرة، الكثير الحقيقة أحبطت معنوياته ويعتقد أنه هزيمة، بل أنا أقول لهم بأنه انتصار، وانتصار من نوع آخر لا يعرفه إلا الذين يطلعون على يعني أسرار الأمور العسكرية وأسرار تكتكة الحرب حقيقة. فلهذا أنا أريد أن أرفع من معنويات المواطن الليبي والشارع الليبي، وأحيي المؤسسة العسكرية التي انسحبت استجابة لأوامر فنية عسكرية من طراز عالي متقدم، وأؤكد بأننا لن ننسحب أكثر، بل إننا سنتقدم إلى العاصمة ولن نتخلى عن حرب الميليشيات وحرب الإرهاب حتى خلاص بلادنا رغم كل الضغوطات والمؤامرات الدولية. طيب. حقيقة الميليشيات هي المتحكمة في المشهد في طرابلس، فبالتالي هؤلاء ما هم إلا بيادق يحاولون التوفيق والوفاق فيما بين المحافظة على الميليشيات والمحافظة على بقائهم في مفاصل الدولة. هذه هي الأداة الوحيدة التي تجعل منهم أمر واقع، فبالتالي لا يمكن أن يفككوا الميليشيات ومنطقية وطنية، لأن هنالك كما ذكرت في تصريحاتي مساومة بين الميليشيات والمافيا السياسية. نعم. المافيا السياسية تستمد بقائها في المشهد من خلال هذه القوة التي تفرضها أمرا واقعا على الأرض، وأيضا الميليشيات الإرهابية تستمد غطائها الشرعي الوهمي من هذه المافيا السياسية التي يعترف بها المجتمع الدولي. فبالتالي هنالك تلازم مساومة ومصلحة البقاء في المشهد بأنهم لا يتخلى أحدهم عن الآخر. فبالتالي مسألة تفكيك الميليشيات سوريا لابد أن تتم على بعض الميليشيات الضعيفة التي لا مأوى ولا حماية لها، المناطق الصغيرة والمناطق ذات العرق البدوي أو العربي التي يراد التخلص منها، ولكن الميليشيات ذات الانتماء للأصول التركية التي استجابت للتواجد التركي في ليبيا، والميليشيات والعصابات الأخرى التي تستمد قوتها من مدينة مصراتة التي تسيطر على الترسانة العسكرية التي سلبت من النظام السابق، هذه سوف تبقى في المشهد. هذه يعتقدون بأنهم قد حوروها إلى جيش ومؤسسة عسكرية، ويريدوا أن يخدعون بها ويخدعوا المجتمع الدولي على أنها يتحدثون عنه في إعلامهم بأنه انسحب وانتصر وما إلى ذلك. لا. طيب لماذا لجأت حكومة الصخيرات سيد الغزالي في هذا التوقيت بالذات، لماذا لجأت حكومة الصخيرات إلى قرار حل هذه الميليشيات؟ هل يترجم ذلك إلى أنه ترضية لجماعات خارجية دعنا نقول، أم ترضية للمجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي يعرف ما يدور على الأرض الليبية، ورأى إجرام هذه العصابات على الأرض من تهريب للبشر، من قتل واختطاف للمواطنين، من ابتزاز، من السيطرة على موارد الدولة المتمثلة في المصارف ومصرف ليبيا المركزي والتفويضات وما إلى ذلك. هذه الميليشيات أصبح يمارس المجتمع الدولي يمارس في ضغط على ضرورة تفكيكها، والمجتمع الدولي يريد افتتاح المجال أمام دخول المؤسسة العسكرية للسيطرة على الدولة أمنيا مع بقاء الزمرة الفاسدة المتمثل في الإخوان المسلمين في المشهد السياسي. المجتمع الدولي يريد بقاء زمرة الإخوان في المشهد السياسي لتحقيق أهداف ذات بعد استراتيجي كبير جدا وخطير جدا على تنفيذ مخططهم في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. لكن الميليشيات نفسها أثرت على المصالح الغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يريد أن يتخلص من الميليشيات المتطرفة مع الإبقاء على الميليشيات المعتدلة. لكن نحن الشعب الليبي لا نتعايش مع أي أجسام مشبوهة غير المؤسسة العسكرية. لا. أي ميليشيات، أي مسمى آخر يرتدي بدلة عسكرية وهو ليس له علاقة ولا انتماء ولا عقيدة بينه وبين المؤسسة العسكرية نريد تفكيكه أم سحبه أم قتله أم إنهائه من على الوجود، لأننا نريد أن نبني وطن. فبالتالي هذه كلها خدع يريدونها أن تنطلي علينا، ويحاولون ترضية المجتمع الدولي بتفكيك بعض الميليشيات وإقفال بعض المعسكرات وإنشاء أجسام أخرى موازية
بتسميات جديدة وتشكيلات جديدة، يريدون أن يقنعوا المجتمع الدولي بحيث يمتلكون الحجة في مواجهتنا نحن الذين ندعم المؤسسة. طيب توقعاتك سيد الغزالي، أي من هذه الميليشيات سوف يتم حلها إذا ما تم بالفعل حل هذه الميليشيات وفق باش آغا؟ وما هو رد هذه الميليشيات على حلها باعتبار أنها شاركت في الحرب الأخيرة بالعاصمة طرابلس؟ طبعا هذه الميليشيات التي يتم جحفها أمام البركان وأمام المجتمع الدولي على أنها ميليشيات يريد تفكيكها، بالأمس كان يدعمها بالسلاح والمال ولدينا الإجراءات والمستندات الداعمة لهذه الحجة، ويدعي بأنهم جيش وطني ويقاتل بهم في المؤسسة العسكرية. اليوم بعد أن انتهت مهمتهم وهم مجرد بيادق يستعملهم بشاغة والمافيا السياسية، يريدون أن يضحون بهم من أجل المحافظة على الميليشيات الأخرى التي تحميهم وتحمي مصالحهم وتعزز وجودهم في المشهد. نعم. وأيضا لا يمكن لهم الخلاص عفوا من كل الميليشيات، الميليشيات هي التي تمتلك زمام الأمور في طرابلس. الميليشيات الآن بإمكانها إزاحة بشاغة والسراج في ظرف ربع ساعة، فبالتالي لا يمكن لهم القضاء على هذه الميليشيات، بل سيعملون على الاتفاق والوفاق فيما بينهم وتغطيتها شرعيا من أجل تحويلها إلى مؤسسة معترف بها محليا ودوليا، ولكن سوف يضحي ببعض الميليشيات التي تؤكد أنه استجابة لمطلب المجتمع الدولي في حل وتفكيك الميليشيات. لكن في الواقع يعني هم سيعززون قوتهم بمزيد من الميليشيات الأخرى التي يضفون عليها شرعية مزيفة أمام المجتمع الدولي وأمامنا نحن كمجتمع محلي. فبالتالي هؤلاء، هذه المافيا السياسية وهذه الميليشيات لا يصلح معها اتفاق ولا وفاق ولا حوار. لا بد إذا أردنا دولة أن نكتسح هؤلاء الأوباش من على الأرض، وأي وفاق وأي محاولة اتفاق هي لإهدار الوقت وضيع مزيدا من المقدرات. أشكرك عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي، شكرا جزيلا لك.